حكينا عن الموضوع، حكينا عن عقبات، حكينا عن مهارات. النتيجة اللي عم بيتفرجوا علينا حاليا، شو الرسالة اللي عاوزين احنا نوصلها للمشاهد؟ عايزة بجد بجد ناخد رجاء من ربنا، اوحش جواز ممكن يتصلح، وما نستسهلش خراب البيوت، لان دي خطة ابليس، ولو سمحتي ما تساعديش ابليس في قطته، لو سمحت ما تسيبش ابليس يخرب بيتك، لان تخريب بيتك تخريب حياتك تخريب عيالك. فالقصة مش انا وبس، لا ده هاخد في وشي عدد من الناس. فالرجاء مش فيا لكن في ربنا. حاجة تانية، في حلول احنا ما نعرفهاش، لكن لازم نسأل ونذاكر ونقرأ ونسأل المتخصص ونطلب مساعدة. الاتضاع مهم، ان انا من اي حد بس نطلب مساعدة من اللي يعرف يساعد، وكمان من ناحية روحية. من الحاجة الأكيدة بقى ان بجد اللي بيوحد القلب واللي بيلاقي حلول للمشاكل هو وجود ربنا في العيلة. لو ربنا مش في البيت مفيش حاجة تدفع، لكن لو في مشكلة مادية بركة ربنا بتغطي، لو في مشكلة صحية بركة ربنا بتسند، لو في مشكلة في التفاهم بنشوف قد إيه ربنا بيستحملنا بيطول باله وبيتجسد لينا ويتواضع لينا، فنعرف منه زي نحب وزي نتفاهم وزي فربنا بجد هو اللي بيبني البيت. ولما يحب يكرم حد يقول بناله بيت. فربنا يبني بيتنا مش الحيطة، لكن الوحدة والعلاقة والتفاهم والحب والأمان اللي بين بابا وماما، ويطلعوا الولاد في جو حب وأمان، وده بطلب ربنا في البيت.